وفي كلمته أمام المؤتمر رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من سقف توقعات شعوب المنطقة بتأكيد الرغبة في رؤية الشرق الأوسط يتحول إلى أوروبا الجديدة. وشدد ولي العهد السعودي أنه يريد أن يتحقق التحول الاقتصادي بالشرق الأوسط في حياته، متوقعا حدوث تغيرات اقتصادية كبيرة في المنطقة. وأضاف ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية ستكون مختلفة تماما خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الأرقام تتحدث عن التقدم الاقتصادي الكبير في المملكة. وقال إن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى 400 مليار دولار بنهاية عام 2019، لافتا إلى مواصلة الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية. وتوقع ولي العهد السعودي حدوث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة، مشيدا بجهود مصر ولبنان والأردن للنهوض باقتصادها. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها، إذا نجحنا في 5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. لو ننظر الأرقام في العامين أو 3 أعوام الماضية نجد مثلا إيراداتنا الغير نفطية تكاد تكون تضاعف 3 مرات، نجد أنه الميزانية الحالية للعام الحالي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، ميزانية العام القادم سوف تكون أول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية تقر ميزانية بأكثر من تريليون ريال سعودي، نجد أن نسبة الإنفاق الرأسمالي والتشغيل تتزايد، ونسبة الرواتب تنخفض. قبل 3 أعوام كانت نسبة الرواتب من ميزانية المملكة العربية السعودية تقريبا 50%، نتوقع العام القادم سوف تكون 45% مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف. فهذا كان تحدي كبير جدا بأنه النسبة تقل في الميزانية والتوظيف يتضاعف. انظر للأرقام، لا تصدقني، انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، وانظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. هناك قفزات فلكية في 3 سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. الحمد لله. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف بإذن الله.